نجم النجوم الحقيقه الشناوي واكرم توفيق، كابتن سامي قمصان كمان يعني مستمر معاك كده يا كابتن ايمن، والحقيقه فرحه كبيره جدا. مباراه في بطوله الدوري العام لكن مباراه ليها قيمه كبيره جدا بغض النظر عن النتيجه، مباراه الزمالك لها حسابات خاصه، جهاز فني، لاعبين، مجلس اداره، جمهور. كابتن سامي مبروك، تحضير مميز جدا، شخصيه لاعبين وروح وتركيز بشكل كبير جدا، اداره فنيه الحقيقه على اعلى مستوى من خارج الخطوط. بحييكم كلكم كجهاز فني وبحيي بيتسو موسيماني لان النتيجه كبيره لمنافس كبير زي نادي الزمالك. الحمد لله طبعا مبروك اولا لجمهور النادي الاهلي ومبروك لكل منظومه النادي الاهلي. الحمد لله نتيجه مهمه جدا واداء الحمد لله زي ما قلت مميز جدا، وتحضير الحمد لله الراجل كنا مركزين الحمد لله جدا المباراه عارفين اهميتها، وزي ما قلنا قبل كده ان احنا مصممين ان احنا ان شاء الله ما نفقدش اي نقاط في بطوله الدوري العام، لان عارف البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي، ودايما كنا بنقول من خلالك ومن خلال قناه الاهلي وكابتن ايمن ان احنا محتاجين دعم جمهور النادي الاهلي، لازم يبقى في ثقه للجهاز الفني واللعيبه، واعتقد ان اللعيبه دي ليها من الرصيد اللي تؤهلها اللي انت لازم نقف جنبها. يعني نفس القصه الراجل نفس القصه، كان في هجوم صعب جدا الفتره اللي فاتت عليه، لكن الحمد لله اللعيبه الحمد لله والمنظومه اللي في ظهرنا دايما، ان دايما عاوزين النادي الاهلي يبقى رقم واحد، وده اللي احنا بنأمله يعني، وكلنا دايما بنوعدهم ان احنا هنعمل اقصى حاجه بالنسبه لنا كجهاز ولعيبه. واعتقد الحمد لله كنا النهارده نهايه مرحله بالنسبه كانت مهمه جدا، ثلاث مباريات في الدوري الحمد لله بحقق فيها العام كامله. يمكن النهارده الحاجه اللي ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لنا طبعا ان انت تستقبل ثلاث اهداف، لكن اعتقد برضو ظروف الاهداف اللي جاتها وتوقيتها، ولو كان اعتقد يعني طبعا بشكر كابتن محمد عادل على الاداء دوت والجهد دوت يعني، لكن كنا املنا ان احنا يبقى يعني مش عاوز اقول ايه مش عاوز اقولها بمعنى اكبر يعني، لكن كان عندنا فرصه ان احنا كنا ممكن نكسب عدد من الاهداف اكتر، وممكن ما كانتش الاهداف اللي دخلت مرمانا هي بتبقى بالشكل ده يعني. لكن في الاول والاخر طبعا بشكر فريقين على الجهد دوت والشكل الحضاري اللي الماتش طلع بيه، بشكر اللعيبه على الجهد دوت والاداء دوت والنتيجه ديت، لكن في عندنا تحديات كبيره جدا صعبه الفتره اللي جايه، محتاجين برضو زي ما بقول وبكرر كل مره دعم جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله تكون اللعيبه دي قادره ان شاء الله اللي تحقق كل البطولات ان شاء الله شركه. جمهور يا كابتن سامي انت اتكلمت عليه النهارده، يعني مفتقدين الجمهور وتحديدا في مباراه الاهلي والزمالك، رغم قله العدد لكن كانت روح وحماس وتشجيع، وعم اعتقد انتوا حسيتوا بيه واللعيبه حست بيه. طبعا دايما بعد ربنا بنقول دايما جمهور النادي الاهلي هو الداعم بعد ربنا للعيبه ديت، يمكن زي ما انت قلت بص بالرغم ان الجمهور مش قليل ولا ده جمهور النادي الاهلي الحقيقي، يعني كميه كنا محتاجين 50,000 60,000 في الاستاد بيدوا باور كبير للفرقه وبيدوا حماس كبير للفرقه، بيدوا بيعرفوا اللعيبه قد ايه قيمه النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله ان اللعيبه ديت برضو الجمهور بشكرهم طبعا على التواجد وعلى الدعم اللي هم عملوه للعيبه، وان شاء الله دايما ان شاء الله في ظهرنا ودايما ان شاء الله نقدر نساعدكم ان شاء الله.